الشمس تورق شندق وسفانين تجنن الشمس تورق شندق دي تمارا وخدم الشمس تورق شندق دي تمارا وخدم الشمس تورق شندق دي الطوين حمجان الشمس تورق شندق دي الطوين حمجان اتفق سر مذاي اخماري غزرا مرات سر مذاي اتفق حتى مغحت سر I'm
جنة شنش تورق شمدك ورابي محفظنا مشنش تورق شمدك ورابي محفظنا مشنش تورق شمدي تمارا وقدم مشنش تورق شمدي تمارا وقدم ترغب لك خسن قشم وجدو ذك خسن تفقح سر مذاي أخماري غزرا مرات سر مذاي تفقح سر اختارينا واحد الطريق اللي هو انا كنظن انه واحد الطريق كنقي ما كيندمش بنادم ولكن هذا هو التاريخ اش غدير حسن تباريينت اوريو رائد من رواد الاغنيه الامازيغيه الريفيه الملتزمه اسس في السبعينات مجموعه ريزام اللي تاثرت بالظاهره الغيوانيه ثم واصل المشوار بوحده مع اله العود الحان وكلماته واحيانا كلمات شعراء اخرين حسن تباريينت تعامل مع مجموعة إيقاعات موسيقية مختلفة بالخصوص من شمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط كناخذ إيقاعات اليوم مثلاً بعيدة عن المنطقة اللي كنعيش فيها كنحاول باش ندير واحد النوع ديال التنسيق ديال الريتموس موسيكاليس ديال أنغام موسيقية ايوا أنا كنشوف ما كاينش فرق مثلا كاين إيقاعات شعبية اللي كنسمعوهم مثلا في إسبانيا بالخصوص كيتشابه بزاف الشعوب ديال شمال أفريقيا في الريف ما عندناش بالخصوص ما عندناش الكونسرفاتوار ديال الموسيقى كونسرفاتوار موسيكاليزم ما كاينش ما عندناش طبعا اذا كانت البدايه كانت محاولات ديال مجموعات الشباب فهمتي كيحاولوا عندهم غيره على بلادهم على اساس باش يطوروا ميدان ما خصوصا الميدان الفني وهكا كانت ونغطى ذي الخرى ونغطى ذي الدورى هوانا نغرى حسن تباريينت المقيم بإسبانيا كان مؤخرا في هولندا بدعوة لأداء مجموعة من أغانيه الأغاني اللي ظلت ملتزمة وبعيدة عن المجال التجاري وبالإضافة لالتزامه الفني كانت ولا تزال عند حسن تباريينت قناعات سياسية تقدمية اللي انتهت به سنين طويلة بالمنفى التواجد ديالي كان في إسبانيا بالخصوص في مدريد وصلت المرحلة لأن كانت الديمقراطية في إسبانيا ماشي يلا فتية يلا بدت إذن باقي الآثار ديال
الفاشيه داخل فهمت على جميع المستويات، مستوى اقتصادي ولا اتسيتيرا، ماشي بحال هاد المرحله اللي تنعيشوها دابا. دابا كاين بزاف ديال الفرق. اذا كانت ماشي غير انايا، كان بزاف ديال الرفاق بالخصوص او الاصدقاء اللي كانوا في ذاك الوقت لاجئين في اسبانيا، وهذوك كانوا كيتلقاو مجموعه ديال المشاكل، العراقيل، مشكل اساسا هو بحال واحد النوع حصار اقتصادي على الناس اللي عندهم افكار متناقضه بالخصوص، او الناس اللي هما مزيانين. واخا حصلتوا في اسبانيا على لجوء سياسي اظن. بالطبع كلينا بزاف بالطبع. حتى من الناس اللي هما اوروبيين بالخصوص، كتهرب من واحد الموضع كتحصل في واحد الموضع اخر. مثل عميمي جاتي شوار تخمم بعد إصدار العفو الملكي العام في صيف 1994، أرشح حسن تيباريانت للاستقرار بالمغرب، إلا أن الحنين للوطن ما كانش سبب كافي لتحقيق الاستقرار، وكانت من جديد العودة إلى أرض المنفى. مسألة واضحة، علاش المغاربة تخرجوا كلهم؟ هذه دابا كنلقاو قوارب الموت ديال في البحر يومين الناس تتموت، والمسؤولين ما اهتموش بهذه المساله، مع اللي مغاربه راهم كيموتوا بحال الكلاب ولا بحال النقص بحال تغني مثلا، تلقى اغنيته حزينه. علاش حزينه؟ لانه هو مشكل نفسي. واخا بنادم تيشعر مشكل نفسي من بعد؟ ما نعرف، داك الشيء تاريخي ما نعرف. واحد الشعب اللي فقد هويته، فقد تاريخه، فقد غادي الانقراض. طبعا ممكن هو راجع لهذا العامل النفسي في الحقيقه اللي جديد، ما تحسش به مثلا الانسان الامازيغي بالخصوص. الجدير بالذكر أن حسن كيعيش ببيلباو في إسبانيا، فين كانت البداية منفى إجباري ضريبة على مواقفه السياسية والإنسانية. الحوار لزميلي مصطفى عراب. موسيقى
حسن تيباري مرحبا بزيك غنغا ستوديو، مرحبا بك. الحوار غادي نديروه بالريفيه والعربيه بجوج. انت مغني فنان مغربي كتغني بالامازيغيه الريفيه، سمعت لك شي مره اعتقد شي اغنيه بالعربيه، ولكن اساسا كتغني بالريفيه. تغنجد ستريفيت، مين تغنجد بعدها هو الاول؟ لا انا تنجخت ما دين مواضيع اجتماعيه، مواضيع تنجخت مواضيع كلشي خ الحب الطبيعه، خ الحب الانسان، حب الام، حب الاب، حب الاخت، حب نعم الانسان بصفه عامه، يعني مواضيع مختلفه. لانه الموسيقى ما عندهاش حدود فيما يتعلق المواضيع اللي كتناوليها. قارن بلي اعرف انا بالموسيقى، يعني منطقة الريف كتفتقر إذا بغيت تقول الإرث الموسيقي، ما عندهاش تقليد موسيقي والو. أنا إن شاء الله غير ما غير أنشازني غنغاطسني داك بالفعل، لأن شن ديال الريف غنغشى الآلات وتارية، غنغ آلات تسمى بيركوسيون الدف، غنغ آلات النفخ الجون، الدف الجون، آلات الزمار مجال وانا، ولكن اللي دام نبدي غنشم زوار وبدي غادي تما كمجموعه ريزام مسرين ثق اليمين بالطبع فهمت تسكو ميرخو تسم سنا، ولكن من بعد نستعمل مثلا البنجو، نستعمل الجيتار، نستعمل مر الالات اللي ماشي نغنى على الريف، بما ان لزاني تنشي خضار العود اساسم، لانه فيغ من حقي استعمل الاله العود، لان شنو دار بون نستعمل مار الالات ماشي المشكل العود، يعني واخا نفتقر مش تقار مش تما بغيت مع انه غنغبو الالات الموسيقيه بالخصوص غنغ الموسيقى نغرانش، يعني مي ماشي قام انا واش ندير ريف الى اثنين نمشي سقان غاك يمزيزن غاك يمزيرن يروح تخسن جاب يا الريف، يعني جوج ديال الفئات، اما انه هذه مسرين ماشي هي القضيه، مثلا ماشي القضيه مثلا امدياز، لانه امدياز مثلا ديال الريف هوني عامل ديني ما كتخزاد، لان تما مش غادي الشريعه الاسلاميه مثلا قناش مثلا حرام لي حرام المزمار، ولكن خطا معناها الموسيقى بالحق ما خاص القند، كان المسرين خاص علاقه كاع الروح، يعني طبعا تما علاقه وطيده ذاك الانسان، ماشي من حق يعتبر بالنسبة للجريمة تسمى باش أو شنو مش تعتبر ندير وقت إني شنو ويمكن ونعيش المرحلة إني بالطبع تسمى إلا يمكن تو غادي مزيان نقطة ونخرق حسب تسمى التصل مزيان نتو كي ناس نجي نحك راس مغاف خصوص لأن هذا الدين يسجن معنا هنا، معنا هنا ذو ذا مشينا من هنا. تاع يمدياز مثلا الفنانين في الحلقه الفنانه ديال المنطقه يمدياز هما كانوش محترمين، شوف مثلا شي لحظوا حطوا بالخصوص التراث الفني ديالنا، هما اللي احتفظوا به بالخصوص في الرقص ولا في الغناء ولا في كل شيء فعلا. في البداية حوارنا كريس كراس يعني بالعربية وبالريفية ماشي مشكل، مشكل بالنسبة لنا احنا في الريف. اللي لاحظت في حال اللي كانت الموجة ديال الناس الغيوان جلجلالة أثرت شوية في ظهور فرق موسيقية ريفية في السبعينات، يعني ملايين راه غاصل على قاعد من ديدهان كي الدار البيضاء ضربات جلجلالة لا يمكن تما، لأن حتى ناس الغيوان تعتبر مجموعة فرقة المغرب تما، لأن بحثوا بزاف في التراث المغربي، لأن ماشي غير على مناطق المغرب كلها بحثوا، ياخذوا كياخذوا أنغام
أنغام موسيقية من كل منطقة حصتنا هدوء حتى أنغام من الريف بالخصوص. اللي فيهم هو أنهم كانوا كيخدوا من الموسيقى ديال من المغرب ما مشي ولا ممشوش بعد. إذن يقدر يفتخر الإنسان مثلا بهذه المدرسة تعتبر مثلا مدرسة نص الغيوان بغض النظر كيفاش هما ولا ما تهمش نص الغيوان طبعا لأن خدوا هذاك الشيء راه ماشي ديال الإرث ديالها وديال نص الغيوان. إذن ذاك التأثير كان بالفعل كان وكنظن أنه إيجابي ذاك التأثير. اخترتي تستعمل كآلة من الآلات الموسيقية العود. العود اصلا اعتقد ان ما كنفهمش في الفن اعتقد اله عربيه لا يعني هذا اسيويه ولا كنشوف انا اله ماشي اشكال. انا بالنسبه لي كما قلت لك قبل على ان تما ما كاينش عندما عندنا شي الات وتاريه ما تنصيش غادي نعمل انايا بالضبط انا ما مش من اله غنتوجد لك اللي عندي في داري. حسن وني شي سران ترنجد اخمي يغني جنج دي شي حاجه الحزن يعني ما ناش غير لوني نور خاص توالي نور رسالي ان بالفعل ما يميت ما طبعا نجي نستخدم غير تما نشينا لان القصيده تما استعمل غير القصيده ما فهم غير القصيده تما سيريد غاس او تلون خت من تستاهل تفهم تسوق خت الالوان يتستاهل. ما يخصهاش غير من علاش طرحت هذا السؤال قلت انه اللي غيسمع الاغاني فيها شويه نبره حزينه. واحد المره كان عندنا هنا ضيف مضفر نواب شاعر عراقي ايام زمان سنين طرحت نفس السؤال قلت له علاش كتصرخ يعني هو الشعر ديالو فيه صراخ قال لا هذا مش صراخ وانما دخيلة النفس هي اللي كتعبر عليه يعني الروح هي اللي كتعبر خصوصا اذا شفنا مثلا مضفر نواب عاش محنا الى اخره من في من العراق هذا باغي لنا نعرف واش يعني بين حياه حسن والاغاني نتاعو شي ارتباط. لا انا كنظن بالنسبه لي لا يمكن بزاف يشوفوا ان اغنيه حزينه ولكن بالنسبه لي لا كتغطرب اي واحد كنظن انا فهمتيني لان ماشي هذا ماشي مطلق علينا مثلا حتى في الشمال ديال اسبانيا كتمشي مثلا في عند الباسك بالخصوص عندهم اغاني كلشي تريست اكثر منا حنا شمال اسبانيا فعلا لان انا حسب ماشي غير بحث صغير درتو فهمتي تنسمع بزاف الموسيقى ديالهم عجبتني ولكن اللي تسمعها وتيقول لك على ان هادوك فيهم كيغنيو يعني تخرج منهم نغمات حزينه البؤس الى اخره نون روسي فهمتي. يما راني غاش باللي ديني الطاس مثلا ديال الريف شنو شك ديني ميمون الاغاني نسن ظهانتي تكي جنوق ميزيد جا غير نجري محضر النضال الى اخره لازم اذا لازم الاغنيه تيريميا كان لازم صافا هو انت للاسف تسمى بالنسبه لي نشيني تما الوقت نتوا تو المشاكل اللي تما المشاكل مثلا انك المخزن المشاكل كلشي تولي عارضنا جاي بالعكس وقت الجين جاي تما باش فهمت رغم ان شنتوا نهزو نسوي نجر ولا حد يلقى ونقي والو ديال الموسيقى ملي كتخزن ديال الريف عاد نهزو تما ونقي ديج نحشت يلاه نقي بعض تما الخطوات واخا توارد المقصد اش هنا والله يودي توارد قرا اش كتزن المنطقه اذا انت فنان الموسيقى الان في الريف باش ما نقولش الموسيقى الريفيه ما كنعجبنيش نسب الموسيقى لشي مجال الموسيقى في الريف هناك يعني حالات اصيله هذا قليلة جدا ميمون حسن تيباري الاخرين هادشي اللي كنعرف انايا وباقي كله تقليد اما تقليد من فيما يتعلق بالنظام مثلا تقليد ناس الغيوان الاغنيه الملتزمه ولا تقليد الشعبي سعيد مريواري الى اخره مازال ما كاينش تاصيل الاغنيه هذا فعلا علاش مثلا باغي نسجل اعمال ديالي لان علاش لان حتى ما كاينش واحد النوع ديال التعاضد واحد كيف مش سقاني يجنوموني هموني جا فنانين بالخصوص فهمتيني يبدعن على اساس باش تسوي انا غنج باش يمشيو الاغنيه الريفيه بالخصوص باش يمشيوها باش توصل للاوج كما لا ولكن للاسف اللي كيوقع تما كل واحد فهمت كيوقع البيراتاج بالخصوص بحال شنو مش دايقين بحال داروا لي انا سرقوا لي اثران بداو لي من ا حتى لزيد سرقوه بالطبع إذا فهمت مزيان أنك لحد الآن ما الأعمال ديالك غير مسجلة على شريطة. طبعا لأن كاين مشاكل. هاكاك. من هي غاصلة على قاعك
لأنه ذو في ذواي قنوانا يني أبتر أدن دورا أن سيورخ خميخ تغنجتني ذاي مرة أو وين ذا مرة يعني الحياة تم ذيك مرة يجن هان الناب اللي ذيني الأغنية ذيني الأغنية ذيني الأغنية الملتزمة ذي الشيخ مرسي الخليفة الشيخ إمام هنا قطر نجم خيجن خيجن ذي ذها ذيني عاوذ المغنيين الحب ذا نوش اسقعن نعم طبعا ما مش تواري الفنان يخصز ذيري واش هذي سمون ني غادي تفيجو بلي وها نعم نسبة نوع لأنه مثلا لأن الفنان يتعامل كموضوع ما مشي بكا تما مثلا حسب مثلا شما تغنش خارف لانه غادي نبول الحرب باش تغنش الحرب مثلا نغ قادين ولا يمكن هذا ياخذ موضوع اجتماعي السور مثلا شنو عارف غادي نغنش فاتح ماي دائما مثلا تنكسو لي داري غير كيخدم تفو ولكن ممكن تفهم الجنون ولكن مفهوم تما غني جن جديد ني غني لأن حتى شخص يغنج مثلا حب من الروسي حب الطبيعة ولكن ذاك من تكريتيك مثلا الأغاني نظني صح تعبير وأغاني تما من جرائنا الأخوة ثاوي ودي نبوج تهد من ناحية النص ولا من ناحية ولا موسيقية لأن اختيار موضوع عمل السورخ الحب والسنة ولكن قرنش السورخ الحب مرة تحب يماني تحب وجماني تحب غمغاهينو تحب غمغاهينو تحب غاوينو هو دقة حسن ما مجد صان الآن طرح سؤال بالريفية باش تفهم بالريفية أفضل ما مجد صان شين قال الريف عاد وذان عاد وقب رنجال مغنيين عاد وعاد ديس شوين يتقال هذا مديزوا ويتوري شد دور الموسيقى بالفعل لأن قاعد ما زال ترسخ ديس الفكرة نشقى وعامل ديني للأسف أني مسر من غنشين خنشين مسر من ديال ديس الخنشين وجاي خنشين فينا من أغطى قند قال المشاكل ثم يأمين مزعنا خصوص العائلات العائلة داخل قاية مزياز الفنان ده بالعكس تحت الموسيقى دي جن الدواء بالنسبة حتى الإنسان الدواء يعني هرشن الدواء توالي دي جن تعبيرو هذي جن مش نوع جن كتاع زي رعشوب كتاع ميديسينا يسمونها ميديسينا ميديسينا تسمى الإنسان حسنا نكمر هذا أنت مقيم الآن في بيلباو في إسبانيا من 1984 من 84 ولكن مشيت للمغرب رجعت ثاني جن حاجه تاع غير بغيت تصريح تاعي ودان ربما بزاف هادي تسرن انه من وقع انا مني غاري في 84 يزدك شو قاعه تسوق الى تنجح معروف ثاني انا الخشود تسمى تزنا شي حاجه تزنا جي من ورك يزدك شو قاعه تسوق قفنا شي حاجه هو ولكن قلت الحمد لله الحمد لله طبعا حسن شكرا تنمير تمش سخن غاري بارك الله فيك نشكرك على هذا الحوار شكرا على واجبك